السلام عليكم طلاب الصف الخامس. اليوم راح نكمل مثل ما حكينا عن باقي الكائنات الحية. راح نحكي اليوم عن البيتكلار والحيوان لار. بيتكلار النباتات، حيوان لار الحيوانات. خلينا نبدأ الدرس بصفحة 47. أولا بيتكلار نباتات. بيتكلار يشاد مص أورتام لاري جزار لاشترلان جانلاردر. يعني بنا هون بيتكلار النباتات يشادığımız نعيش أورتام معناتها محيط güzelleştirilen تجمل canlılardır يعني كائنات حية. بنا هون معناتها النباتات مخلوقات حية تجعل بيئتنا أجمل. bahçelerimizde parklarımızda evlerimizde ve daha çok birçok ortamda bitkiler vardır. Abin hon bahçemizde fi hadikatine parklarımızda fi fi hadaiqina yani parklarımız hadaiq gayr menzili evlerimizde fi buyutina ve daha çok ve el adid ortamda muhit bitkiler nebatat vardır. Yetevacedun abin hon tujad نباتات في حدائق منزلنا وحدائقنا ومنازلنا والعديد من البيئات الأخرى. بيتكيلار güneş ışığını yardımıyla kendi besinlerini kendileri üretebilen ve diğer canlılar için besin kaynağı olan canlılardır. Bunlar bitkiler nebatat güneş ışığı يعني أشعة الشمس يردميلا بمساعدة كياندي بسنلري غذائها كياندلري ريتابلير يمكنها صناعة إنتاج بنفسها وديير جانلار والكائنات الحية الأخرى بسن غذاء كاينة مصدر ولان تكون جانلودر كائن حي. وأنا صارت عنا النباتات هي كائنات يمكنها يمكنها إنتاج العناصر الغذائية الخاصة بها مساعدة أشعة الشمس وهي أيضا مصدر غذاء للكائنات الحية الأخرى. بيتكيلار تشيكسيز في تشيكلي بيتكيلار أرماك وزري إكيا أيرلر. بنا هون بيتكيلار نباتات تشيكسيز بدون زهور تشيكلي مع زهور. بيتكيلار نباتات أرماك وزري على شكل إكيا أيرلر يعني تقسم إلى قسمين. يعني بنا هون تقسم النباتات إلى قسمين كنباتات بدون زهر ونباتات مزهرة. هلا رح نحكي عن أول نوع تشيكسيس بيتكيلار يعني النباتات التي بدون زهور. تشيكسيس بدون زهور بيتكيلار نباتات genellikle nemli yerlerde ya da ağaç gövdelerinde yaşayan çiçeksiz bitkilerin çiçekleri tohumları yoktur. Bunu genellikle adeten nemli rutub yerlerde mümkün ya da ya ama ağaç gövdelerinde yani fi ama fi fi cüz ala cüzu al açar şeyan tahiş çiçeksiz bidun zuhur bitkiler nebatat çiçekleri azhar ve tohumları buzur yoktur la yujad. Nabinu hun adeten la tahwi en nebatat el muzhira allati ta'ish fi amakin ar ratiba au hawla juzu' al ashjar ala zuhur au buzur. Ayrıca gövde ve yaprak gibi yapılar gelişmiştir. Ayrıca idafatan ila zalik kök manata cüzur gövde cize yaprak ve avrak gibi misal yapıları hayakil gelişmiştir. Gelişmemiştir yani lem yetim tatavurha. Yani innehum bil idafatan ila zalik lem tatavur el cüzü ve sikan ve el avrak fi hazihi el hayakil. Yani hayakil el kaina el nebatat غير المثيرة. سونسو كرا لونسو ارتلي اتو تشار اتو ات كورو
ve kibrit ütü çiçeksiz bitkilere örnektir. Nablina hon أولاً سو يونس الطحالب وعنا كمان كرا يونس الطحلب الأسود إيرلت أوتو معناتها السرخس تير أوتوسو يعني نوع آخر من النباتات وكمان هو مسمي بالكبد نبتة الكبد أتقولو يعناتها زي الحصان نبتة اسمها زي الحصان كبريت أورتوسو كمان هي نوع من أنواع النباتات تشيكسيس بدون زهور كبيت كيلار نباتات أورنكتر مثال معناها صارت عنا أن الطحالب والطحلب الأسود والصرخس والنوع النباتات الدعاب الكبد وزي الحصان هي أمثلة على نباتات بدون زهور. Bunda yunusların zemine tutulması sağlayan kökusu uzantıları vardır. Bunda yunuslar tahalip zemine manatel arad tutulmasına yani temasuka sağlayan yuammin kökusu cüzur uzantı imtidat vardır. Yücet manatel هناك امتدادات للجزر التي تسمح للطحالب لتحالب الأرض بالتمسك بالأرض. نحن مثل ما عملنا شايفين هون عادة نحن هدول هاي الطحالب الموجودة بهذا القسم نحن عادة ما بنشوفها موجودة على الأرض مثلا عندما نمشي في المدرسة على حراف على يعني أطراف الدرج نشوف نحن هذا النوع من النباتات وهي نباتات ملتصقة بالأرض على شكل قبب صغيرة خضراء ممكن تلاحظوها بالمدرسة أو في أطراف الرصيف. هذه النباتات هي طحالب تتصل بالأرض بجذور بامتدادات للجذور. الآن سننتقل إلى تشيكلي بيتكلار يعني النباتات ذات الزهور أو النباتات المزهرة. تشيكلي بيتكلار جنال أولارك تشيك يابراك كوفتا فيكو كومك وزاري دور تمال قسمدان أولوشور. تشيكلي بيتكلار يعني النباتات المزهرة جنال أولارك بشكل عام تشيك أزهار يابراك أوراق كوفتا جزء إيكوك معناها جزر أومك وزريع على شكل درت تمال قسمدان يعني من أربع أقسام أساسي ولشور تتكون. أنا صارت عنا تتكون النباتات المزهرة عموما من أربعة أجزاء أساسي هي الزهرة الأوراق والجزع والجزر. إلما ليمون أوج سيمبول مانشكسة بازيليا ومصر بيتكيلاري تشيكلي بيتكيلار أورنكتر. إلما التفاح ليمون عاجي يعني شجرة التفاح والليمون. عنا أيضا سيمبول معناتها الصفير مانشكسة البنفسج بازيلا البازيليا المصر بيتكس يعني نبتة البازيليا تشيكلي معناتها مزهر بيتكلرة مثال أورنكتر مثال معناها عنا التفاح وشجرة الليمون والصفير والبنفسج والبازيلا والذرة أمثلة على النباتات المزهرة. Çiçekli bitkiler çiçeksiz bitkilerden daha gelişmiştir. Abin hon çiçekli bitkiler ona da nebatat muzhira çiçeksiz bitkilerden minel nebatat gel muzhira daha gelişmiştir yani mutakaddim ve mutatavvur yani ona hasart anna
النباتات المزهرة هي أكثر تطورا من النباتات غير المزهرة، وبتكلار دا يكون قوبدنن تيجي ويا برا قريبلري أشارية بير المشتر، يعني بنهون وبتكلار دا في هذه النباتات يكون الجذور قوبدل جزع تشين الزهرة يا براون الورقة غوريفلري وظائف أشادة في الأسفل غير المشتر أعطي تم إعطاء هون، وترد أدناه وظائف كل من الجذور والسيقان أو الجزع والزهور والأوراق. كوك معناها الجزر بتكنن تبرا تتلمسنا ايرجا سو و سيون و سيون içerisindeki mineralların iletimini sağlar. Abilunahum bitkinin nebat tobra efi ila al-ara tutulması temessuk ayrıca idafadan ila zalik suyun ilma ve suyun içerisindeki ve dahil ilma mineraller maaden iletimini معناها توصيل سالار تؤمن معناها صارت عنا الجزر يسمح للنبات بالالتصاق بالتربة وكذلك نقل الماء والمعادن الموجودة في الماء. جوفدة الجزر يبرا تجي ماي ولا اشترر وبتكنين ديك دور مصر سالار عبنا هون يبرا الأوراق تجي معناتها الزهور مايوا مايوا معناتها الفاكهة تشر يعني تقوم بحمل بيتكنين النبات ديك عمودي دورمس وقوف صالار تؤمن معناها صارت عنا الذي يحمل يقوم ويحمل الأوراق والفواكه و الزهور ويجعل النبات منتصبا. أرجى كوك إلى يبركلار أرسندا مادة إلى تمن سالار عبنه أرجى إضافة إلى ذلك كوك معناها الجزر إلى يبركلار معناها الأوراق أرسندا أرسن بين مادة إلى تمن انتقال مواد سالار يؤمن وانا صارت عنا بالإضافة إلى ذلك توفر نقل المواد بين الجذور والأوراق. يابراك أنا اللي كلا يشيل رنك تدر بسن أريتم سلونم وتعلم دا قريب ألر أبعونا هون جنالك ليشيلدر يرش يشيل رنك تدر يعني غالدة هو لونه أخضر بسن أريتم إنتاج الغذاء سلونم تنفس تعلم دا الندى أو التعرق قريبة أضر يأخذ وظيفة ما نصعد عنا عادة يكون لونه أخضر ويشارك في إنتاج الغذاء والتنفس والتعرق. تشيك بيتكينين أورما أورغانيدر يعني عبنا هون تشيك اللي ظهور بيتكينين النبات أورما تكاثر أورغانيدر يعني معناها عضو معناها أن الزهور هو العضو الذي يقوم بالتكاثر في النباتات. مايفا بتهم وشون صاليان يبطر مايفا معناها الفاكهة تهم بزور وشون تشكيل صاليان يؤمن يبطر هيكل معناها صارت عنا وهو الهيكل الذي يوفر تشكيل الفاكهة والبذور. مثل ما نحن شايفين عطينا مخطط لأهم مكونات النباتات الزهرية. عنا أولا الجذور مثل ما نحن شايفين هي على هذا الشكل تكون على هذا الشكل يعني معقدة على شكل خطوط معقدة وهي راح تكون تحت التربة مثل ما نحن شايفين هي عبارة عن خطوط تحت التربة وهي تؤمن تماسك النبات مع التربة. بعدين عنا الميفا مثل ما نحن شايفين نحن عنا الفليفلة
ففي عنا هي الميوة، وعنا ممكن تكون التفاح الليمون، هاي كلها نسميها ميوة معناها. بعدين عنا جوفدة الجزع، هذا الجزع هو القسم الغالب اللي نشوفه على شكل بنة، هو الجزع. وعنا تشيك الزهور، بعدين اليبرق أو رق اللي مثل ما هون نحن شايفين. الجوفدة أو الجزع يؤمن نقل المواد مثل ما نحن شايفينهم من الأرض أو من الجذور إلى الأزهار والأوراق، والأوراق تقوم بعملية إنتاج الغذاء والتنفس والتعرق. أما الزهور تقوم بإنتاج البذور والفاكهة. حيوانلار، الحيوانات، hayvanlar besinlerini kendileri üretmeyen aktif hareket etme yeteneği sahip canlılardır. Abinhon al hayvanat kain besinleri kendileri üretmeyen huwa kain la yaqum bi intaj ghidaa'i bi nafsi aktif hareketi yani harak القدرة على الحركة يتني معناها خاصة صاحب لديه جانلاردر أحياء. نعم الحيوانات كائنات غير قادرة على إنتاج طعامها بنفسها ولديها القدرة على العمل والنشاط. حيوانların besleme şekilleri yaşadıkları yerler ve vücut yapıları farklılık gösterebilir. Hayvanlar الحيوانات بيسلم شكل يعني أشكال التغذية يشدقلر يعيشون يرلر أماكن بوجود يبلر يعني هيكل الجسم فارقلق مستربلين ممكن أن تظهر فروق. أنا هب من هون الطريقة التي تتغذى بها الحيوانات الطريقة التي تتغذى بها الحيوانات وتختلف باختلاف الأماكن التي يعيشون بها وأشكال الأجسام أو هياكل الأجسام. حيوان لرد بير قسم سويدة بير قسم كردة بير قسم همدة سودة همدة كردة يشار. عبنا هون الحيوانات بير قسم منها سودة في الماء، بير قسم الآخر كردة في اليابسي، بير قسم آخر هم سودة هم ده كردة يعني موجودة متواجدة في الماء وفي اليابسي. يعني بنا هون بعض النباتات تعيش في الماء والبعض الآخر في الأرض والبعض الآخر في الماء والأرض. عبنا هون كمان أقول هون حيوانların bir kısmı bitkisel besinlerle beslenirken bir kısmı hayvansal bir kısmı hem de bitkisel hem de hayvansal besinlerle beslenir. Bunun hayvanat bir kısmı kısım منها bitkisel nebati besinler أغذية beslenirken تتغذى بير قسم القسم الآخر حيوانسال حيواني بير قسم القسم في قسم هم ده هاي بيتكسال يعني بالنباتي وأيضا حيوانسال الحيواني بسنلر تغذيم بس لنر تتغذى. نعب إنه هون في حين تتغذى بعض الحيوانات بالمغذيات النباتي تتغذى بعضها بالحيواني وبعضها الآخر يتغذى على الأغذية النباتية والحيوانية في نفس الوقت. حيوانları أمورجلر وأمورجسيزلر olarak ikiye ayırabiliriz. أبن هون حيوانlar الحيوانات أمورجلم فقري أمورجسيز غير فقريات olarak على شكل ikiye ayırabiliriz. ممكن أن نقسمه عبنا هون يمكن تقسيم الحيوانات إلى فقريات وغير فقريات أو لا فقريات. أمورجسيز حيوانلار أمورجوك بوجيك دينيز يلدزي استيكوز سينيك كارنجا ميديا
kelebek, salıngoz, solucan, sungar gibi canlıları örnek verebiliriz. Omurgasız gayr fakariyat. Anne, şey anne. أمورجوك العنكبوت، بوجيك الحشرات، دينيزي اللزغ نجم البحر، استاكوز جراد البحر، سنيك الذبابة، كارنج النمل، الميديا البلح البحر أو المحار، سالانجوز معناها عفوا الكلبيك معناها الفراشي، سالانجوز معناها الحلزون. سولونجا معناها الدودة، سونجر الإسفنج قبي مثل جاندار الأحياء أورنيك فيرابيليريس. ممكن أعطانا أمثلة إنطاها على أساس أمثلة، يعني يمكن الحيوانات اللا فقرية هنا العنكبوت، الحشرات، نجم البحر وجراد البحر والذبابة والنمل وبلح البحر أو المحار والفراشي والحلزون والدودة والإسفنج. Omurgasız hayvanların vücutları da kemikten ya da kırdaktan yapılı bir iç iskelet yoktur. Bunun omurgasız bidun la fakriyat hayvanlar vücutlarında fi ecsamiha kemikten min el izam ya da kırdaktan el gadarif yapılı mana heykel iç اسكيلات يعني هيكل داخلي يكتر لا يوجد. هلا بأنهم معناها لا تحوي الحيوانات لا فقرية على هيكل عظم داخلي من المتكون من العظام أو الغضاريف. الغضاريف نحن هذول عندما نأكل الدجاج أو أفخاد الدجاج ممكن بقسم علوي نرى قطعة بيضاء لينة ليست عظم وليست لينة لدرجة الجلد، هاي بنسميها غضروف وهي مثل قطعة بلاستيك، يعني احنا اذا بنلمس قطعة ملمسة بلاستيكي هاي تسمى بالغضاريف. مورجلار اوميان بو جانلار السو كارادا كبي شيشتلي اورنتاملار دا يشاويا بيلر. مورجلار يعني يعني هيكل عظمي أولمياً لا يوجد بو جانلار هذه الأحياء كرا السودا في الأسو كرا يعني اليابسي والماء كبي مثل شيشتلي يعني متعدد أورتام محيط يشيا بليل ممكن أن تعيش. معناها صارت عنا ممكن لهذه المخلوقات التي لا تحوي على فقرات أن تعيش في بيئات مختلفة مثل الماء والأرض والأرض. Omurgalı hayvanlar, balıklar, kurbağalar, sürüngeler, kuşlar, memeliler olarak 5 grupta inceleyebiliriz. Omurgalı hayvanlar, hayvanat fakariye, balık, esma, kurbağalar, manaha, nebatat barmai, sürüngeler, الزواحف، كشلر الطيور، مملير، ثدييات، أولارك على شكل بيش جروبتا في 4 مجموعات إنجليا بريليز ممكن دراستها. ما صارت عنا الحيوانات الفقرية، الحيوانات الفقرية تكون من الأسماك والضفادع والزواحف أو الضفادع عفوا البرمائيات والزواحف والطيور ثدييات. يعني عنا إحنا مثل ما إنا شايفين أو مثل ما هو مكتوب في الكتاب عنا مورجلي حيوانلار النباتات الفقري تتكون من كورباللار يعني البرمائيات، بلقلار الأسماك، مملار الثدييات، كشلار الطيور، سرجانلار الزواحف. تقسم إلى 5 مجموعات. فالآن نتكلم Omurgalı hayvanların vücudunda omurgasız hayvanların aksına kırdak ya da kemikten yapılan bir iç iskeleti vardır. Yani bunun ala akis
أمور الحيوانات النباتات الحيوانات الفقارية الوجود في جسمها أمور جاسس حيوانات النباتات غير الفقارية أقصنا على عكس كردق غضروفي يد كمكتاب يا أما من العظام يبل متكون إبير إتش إسكلت واردر يعني يوجد لديها هيكل داخلي أنه هناك على عكس الحيوانات اللافقرية فإن الحيوانات الفقرية لها هيكل داخلي من الغضاريف أو العظام. أمور قلي حيوان نار سودا كرادا همدا السودا همدا كرادا يا شياب للار أنه أمور قلي حيوان نار النباتات الفقرية كرادا في اليابس همدا السودا السودا في الماء همد السودة همد كاردا يعني في الماء واليابس يا شياب الير يمكنها أن تعيش. معناها صارت عنا يمكن للحيوانات الفقرية أن تعيش في الماء أو على اليابس أو تعيش في الماء واليابس. بلقلار كربالار سرونغانلار كشلار يمرتلايرك تشوالتركن مملار genellikle doğarak çoğaltırır. Yani bunun الأسماك البرمائيات الزواحف كشلر الطيور يمرتلايرك عن طريق البيض çoğaltırır كان عندما تتكاثر مملار الثدييات genellikle بشكل عام doğarak عن طريق الولادة çoğalır يعني تتكاثر. ما صارت عنا تتكاثر الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور عن طريق وضع البيض بينما تتكاثر الثدييات غالبا عن طريق الولادة. سودا yaşayan hayvanların birçoğu solungaç solumunu yaparken bazıları hem de diri hem de akciğer solumunu yapar. إنه سودا في الماء yaşayan hayvanlar التي تعيش في الماء بيرشكو العديد سولونغاش سولومنو يعني التنفس من الخياشيم يا باركان عندما تقوم بازلري بعضها الآخر هم ددري يعني من الجلد هم دا أكجير الرئتين سولومنو تنفس يا بار يعني تقوم. أنا صارت عنا معظم الحيوانات نال المائي تتنفس من الخياشيم بينما بعضها الآخر يتنفس من الرئة والجلد. بعض الحيوانات سادجي أكجير سلمونو يبار يعني بعض الحيوانات فقط تقوم بالتنفس من الرئة. أولا سنبدأ ببلق لار الأسماك. بلق لار سودا يشار bazıları tatlı bazıları ise tuzlu suda yaşar. Manahon sular suda yaşar yani taiş fi elma bazıları tatlı bazıları tatlı hulu bazıları ise tuzlu suda yaşar yani taiş fi elma malih. Mana sart hanna الأسماك تعيش في الماء ويعيش البعض منها في المياه العذبة وبعضها الآخر بالمياه المالحة. بلقلار يمرت إلى تشوالر يعني الأسماك تتكاثر عن طريق وضع البيوض. سولونغاج سولومونو يبار يعني تتنفس عن طريق الخياشيم. سولونغاج معناها سولومونو تنفس عن طريق الخياشيم سولونغاج خياشيم. بلقلار ده يورا بكمو جرولماز يعني بنهون بالقلاردة في الأسماك يورو بكمو يعني الاعتناء بالأطفال جرولماز لا تقوم يعني بنهون لا تقوم الأسماك برعاية أطفالها أو يعني أطفالها يعني الأسماك التي تقوم بوضعها. بالقلارن بازلاري إت إلى بازلارن لاري دا أت إلى باسلانر يعني بنهون الأسماك بعضها يقوم إتلا باللحوم بعض لري بعضها الآخر الطحالب إلى بس لنر تقوم بالتغذية يعني بأنهم بعض الأسماك تتغذى على اللحوم وبعضها يتغذى على الأعشاب. تورنا بالو كوبيك بالو بلايان بلايان شو بالو
Hems balığı, sazan balığı, levarak balığı, balık çeşitlerini örnektir. Yani emfile hala nebihel esmek. Yani bunu hon, semek ilbeyk, turna balığı, kubik balığı, kırış, سمك المهرة المهرج أو هذا الشكل اسمه السمك، سمك الأنشوجي هذا سيزان بالو، الفرق بالو يعني الكارب، وعنا هذول أنواع من الأسماك. يعني هون نحن مثل ما شايفين حاطين أسماءهم مع الصور. هذا أنا هذا هو بيلون بليا شو بالو، كوبيك بالو، تورنا بالو، وعنا همص بالو مثل ما شايفين هو القسم الصغير، سازان بالو، وعنا لبرك بالو. هذول كلهم نحن ممكن عن طريق صور نحفظ أسماء مع صورهم. كوربالر يعني النباتة أو البرمائيات، وهي غالبا ستكون الضفادع. يعني في غالبا نحن نسميه كمان ضفادع برمائيات أو الضفادع، لأنه هي أكثر النباتات الحيوانات التي تعيش في الماء واليابسة. كوربالر هم كردة هم السودة يشيبلير. يعني قلنا هون البرمائيات أو الضفادع يمكن أن تعيش على الأرض والماء. مرتايلا تشوالر ينتكاثر عن طريق وضع البيض. هند ديري هند أكتير سلومنو يبار، يعني تتنفس عن طريق الجلد والرئتين. كوربا لارندا يورلا بكمو يكتور بأنه كوربا دال برمائيات أو الضفادع يورو بكمو، يعني العناية بالأطفال لا يوجد من أسعار تنم. لا تهتم الضفادع بصغارها. كوركلوبا كوربا سوبو كوربا سكرا كوربا كوربا شيشتلاندرلر. يعني إنه هون البرمائيات ذات الزيل، البرمائيات المائي أو الضفادع المائي، والضفادع السود هي أنواع للضفادع. يعني إنه الضفدع ذو الزيل والضفدع المائي والضفدع الأسود هي أنواع، أو عفوا الضفدع اليابس هو أنواع للضفادع. عنا هون سرغونلار زواحف. سرغونلارن وجودلاري جنالكلا بولارلا أورتولودور. يعني بنا هون سرغونلار زواحف وجودلاري أجسام هون جنالكلا بشكل عام بولارلا يعني الخراشف، أورتولودور يعني مغطى. يعني بنا هون عادة ما يتم تغطية جسم الزواحف بالحراشف. يمرتايلا تشوالر يعني تتكاثر عن طريق وضع البيوض. أكتير سومنو يابارلار يعني تتنفس عن طريق الرئتين. تومنوكلا إتلا بيسلنر بيسرونارك ركات إدارلار. يعني بأنه أغلبها إتلا باللحم. بيسلنر تتغذى، سونارك تزحف حركات إدار تتحرك. يعني بأنه أغلبها تغذى أغلبها على اللحوم وتقوم بالحركة عن طريق الزحف. سرنجلاردا يورا بكم جرلماز. يعني ابنه سرنجلاردا في عدة زواحف يورو منها أطفال بكم جرلماز لا ترى. يعني عندنا كمان الزواحف لا تقوم بالاعتناء بأطفالها. يلا بكلومون كيرتكلا تهمسا اكونا و كولبابا سرونغلارا اورنكتر. يعني ابن هون يلان الحي او بعدين عنا الحرباء السحلية التمساح والجوانا والسلاحف هي أمثلة على هذه على الزواحف. مثل ما احنا شايفين مع عطينا الأسماء مع أصوات. عنا هون كيرتانكلا اللي معناها الحربة. عنا هون
عفوا السحلية، وهون عنا مثل ما شايفين كابول مقبا، معناتها السلحفات، التمساح. التمساح مثلا هدول عيطينا الأسماء مع الصور. كوشلار وجود لاري تو كوشلار الطيور، وجود لاري تو لار لا كابول أولان كوشلار كانت كانت لدر، يعني عبرنا هون وجود وجود لاري يعني أجسامها طويلة الريش كابل مغطى كوشلار الطيور ذات الجناء الأجنحة، يعني عبونا هون الطيور تغطي أجنح أجسادها بالريش وهي حيوانات مجنحة. كوشلار يمر طايلة توالر، يعني الطيور تتكاثر عن طريق وضع البيوض. كل شيء كايا يطهر، يعني تقوم بالحضانة، يعني تحضن أطفالها. أكجير سلمون يبار، يعني تتنفس عن طريق الرئتين. كوشلاردا يوارس بكم غرولور، يعني تقوم الطيور بالعناية بأطفالها. سارتشا طاووق بايكوشو دافاكوشو عفوا دغكوشو شاهين كارتال بابان كوشو كوشلرا أو نكتر أنواع. معنا صارت عنا أول شي عنا العصفور، الدجاج، البومة، النعامة، الصقر، النسر، الببغاء. هي أمثلة عن الطيور مثل ما شايفين، الأمثلة المرفقة بالصور. عنا مملار السديات كان لك لدوارك جوالان ويمرتلرن ستلة بيسلية مملار رد يورو بقم قرولور، يعني قلنا هون كان لك لعادة دوارك عن طريق الولادة جوالان التي تقوم بالتكاثر يورو لري معناها أطفالها ستلة مع بالحليب بأسليان تقوم بتغذية مملار ثدييات يورو بقم قرولور، يعني تقوم برعاية أطفالها. عنا بيقولنا هون بشكل عام يتم تم رعاية تقوم الثدييات برعاية أطفالها والثدييات تتكاثر عن طريق الولادة وتغذي أطفالها عن طريق الحليب. مملاري أكتير سلمونو يابار، يعني الثدييات تقوم بالتنفس عن طريق الرئتين. وشوت لرنا كلار قرولور، يعني انه في اجسامها كلار شعر قرولور ترى، يعني معناها انه ولها شعر على اجسامها. بسن لرنا دشاردان الامبو جانلارن بازلاري اتلي بازلاري اتلي بازلاري هم د اتلي هم د اتلي بيسلنر، يعني انه هذه الكائنات التي تأخذ طعامها من الخارج يتم تغذيتها عن طريق اللحوم أو الأعشاب، وبعضها الآخر يتغذى على اللحوم والأعشاب. يرسلرن وشتو باليوروز، يعني بالنهون يرسل معنى الخفاش وشتو يطير باليوروز نعلم، يعني معناها بالنهون نحن نعلم أن الخفافيش تطير. وشتو تشين يرسلرن كوش أولدونو دشنان لرمز واردر، يعني عبنا هون وشتو يطير تشين من أجل يرسلر الخفافيش كوش أولدونو كونه طير دشنان لرمز، يعني الذين يظنون أو يعتقدون واردر، يعني نعرف أنه هنالك هنالك الذين يعتقدون أن الخفافيش هي طيور لأنها تطير. أصلاً ده في الحقيقة يرسى كشتيل بير مملدر، إنه هون في الحقيقة الخفافيش كشتيل ليس الطيور مملدر، يعني ثدي ما صارت عنا. في الواقع فإن الخفافيش ليس الطيور ولكنها من الثدييات. Benzer şekilde suda yaşayan yunus ve balıklar da balık değil
memeli canlılardır. Yani bunun benzer şekilde bir şekilde müşabih suda yaşayan elektaş filme Yunus delfin balina manatel ahuitan balık değildir leyset esmek memeli manaha ثدييات جانلارد كائنات منصات عنا وبالمثل تعد الدلافين المائي والحيتان ثدييات وليست أسماك. يارسا يونس كانغورغو أورينتيرانك أي تاوشان فاراك كريبي كوبيك فإنسان ممل جانلارا ونكتير يعني عبرنا هون عنا أول شيء الخفافيش الدلافين الكانجار وعنا خلد الماء أي الدب طوشان الأرنب فار الفارة كريبي ونادى القنفذ كوبيك الكلب إنسان البش الإنسان مملي ثدييات جانلرا كائنات حية أورنكتير مثال يعني قلنا هون الخفافيش الدلافين الكانجار خلد الماء والدب والأرنب والفأر والقنفذ والكلب هي أمثلة والإنسان هي أمثلة عن الكائنات الحية ذات الثدي يعني أو الثدييات. معناها نحن عنا رح نوقف اليوم عند هذا القسم. ممكن تلاحظوا أسماء الحيوانات مرفقة بالصور، ممكن تشوفوها عن طريق هذا الشكل وتحفظوها، وإن شاء الله رح نلتقي في الدرس القادم. رح نحل الأسئلة، رح نبدأ في الوحدة الجديدة اللي هي تشنجو بلوم. رح نبدأ في مدخل إلها. ممكن تقرأ هون عنا يونس لارن يوكسو. هذا القسم هو يتحدث عن فترات نوم الدلافين. وإن شاء الله نلتقي في الدرس القادم. أي سؤال ممكن عندكم يا ممكن تسألونا يا على المنصة، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.